وصلنا لشيء مهضوم كتير نرمين. صحيح، شيء مهضوم كتير وطيب كتير. سالي ماتريوشكا سمعاني فيها؟ أكيد اللعبة. اللعبة الروسية. هالاسم لعبة روسية حوليتها صبية لطريقة أنيقة بتنسيق الهدايا، وبتعتمد على الشوكولا وبعض أنواع المكسرات والحلويات. لنحكي أكثر عن صاحبة ورشة ماتريوشكا معنا لليوم، عليا خيربيك. صباح الخير، صباح وأهلا الخير، وسهلا فيكي. أهلا فيكم، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي عليا. يعني يمكن هيدي الفقرة كتير مميزة، ومثل ما قالت نيرمين فيها شغلات طيبة ومهضومة أكيد مثل هيدي اللعبة. بداية خلينا نحكي عن هالفكرة، كيف خطرت لك هيدي الفكرة؟ هلا أول شيء شكرا للاستضافة اللطيفة. أهلا وسهلا فيك. الفكرة هي شيء موجود أكيد، يعني تنسيق الهدايا المميزة أكيد هو موجود بكل البلاد. أنا حبيت طورها، طورتها، صرت اعمل وخلطت شيء غربي مع شرقي لحتى صاروا شوكولا وكوكيز وتمر محشي، وسميتهم ماتريوشكا نسبة للعبة الروسية التقليدية اللي هي هاي. كثير بيسألوني شو يعني ماتريوشكا، هي هيدي اللعبة. هي بتفتحيها بيطلع بقلبها أصغر منا، يعني مثل الأم اللي حاضنة وحاضنة هذا. هيدي بتنعمل بطريقة يدوية هاند ميد، وهي بتمثل التراث الروسي. فأنا سميت الورشة على اسم هيدي اللعبة لأنه هي شيء من طفولتي. حلو، بتحبيها، لك شيء من قلبك. إيه يعني أنا أهل والدتي، يعني بتمثل بيتنا، بتمثل الطفولة، وبحبها لأنه شيء يدوي. يعني بشكل عام أي شيء يدوي هو بيكون شيء قريب من القلب، يعني أكيد عليك. فسميت الورشة نسبة لهيدي اللعبة وصرت طور فيها. حلو، تمام. يعني نحن حكينا اسم المنتج ماتريوشكا روسي، ولكن اذا بدنا نقول المنتجات هي السوريه الشرقيه. هي شيء بلش كفكره روسيه وصار بقى شيء سوري اكيد. في حلويات يعني معينه بتعمليها هي روسيه؟ يعني بتنقليها للثقافه؟ لا لا، هي ما فيها حلويات يعني روسيه او سوريه. هي شيء كوكيز، شيء يعني بكل البلاد موجود. المخرج بده الكوكيز على فكره فورا. يلا بعد الهواء. هاي كوكيز تبعونا، وفي عنا تمر محشي، وفي تين مجفف، مجففات بشكل عام يعني، ومكسرات. فبنسقهم بطريقة حلوة لحتى تطلع هدية مميزة. تمام، يعني عن جد عيني ضاربة عليهم من كتر ما هنون شكلهم مرتب، مهضومين. حتى طريقة الكوكيز اللي عملتيها عليا طريقة كتير حلوة، يعني بتشهي الواحد يشتريها ويقتنيها. كتير حلوة، كتير حلوة هيدي الفكرة. يمكن تطورت هيك، عم بتتطور شوي شوي. نبدأ بفكرة صغيرة ولكن بتصير مشروع كتير كبير. كيف هيك بلشتي بشي هيك بسيط وحاليا عم تتطوري؟ في حدا عم يساعدك؟ في كادر عم يساعدك؟ في صبايا؟ للحقيقة هو مشروع منزلي بلش، يعني أنا كنت لحالي، وهو لحتى صار هيك هو صار كمية كتير كبيرة من الفشل والإصرار بنفس الوقت. يعني أنا وعم جرب وتجارب وعالم عم تدوق ما بعرف شو، لحتى صار شيء منيح وأطلقته يعني للعالم. هيدا المشروع هو هدفه نبيل أكيد، لأنه أنا بالبداية بالأساس عندي جمعية تنموية صبايا العطاء. صبايا العطاء التنموية، إيه، وهي جمعية ما بتجمع تبرعات. ففي كتير بتجيني حالات، بتجينا حالات للجمعية بتكون بحاجة مساعدة، وما دائما بيكون في إمكانيات يعني متوفرة. وللحقيقة نحن ما بنطلب يعني من الناس بشكل دائم. فقلت انه المفروض نحن يكون في شيء لحتى نقدر ندعم حالنا ونقدر نعتمد على حالنا، فاطلقت هذا المشروع الصغير. طب خلينا نحكي اليوم كيف عم تتواصلوا مع الناس، كيف عم تستقبلوا طلبيات، وكيف لقيتوا هيك الفكره اليوم بين الناس؟ هلا الفكره هي حبينا، عم يجي طلبات وعم كثير عم يشكروا منهم، يعني عم يحبوهم، ولما عم ياخذوا عم يحاكوني، عم يتشكروني انه شيء كثير حلو والقت اعجاب يعني الشخص اللي هدويا.
هلا الطلبات نستقبلها عن طريق الصفحه على الفيسبوك. عاملين بيج اسمها ماتريوشكا، بيجينا اوردرز عليها او على الواتساب، يعني مخصصين رقم تليفون واتساب. حلو. عليا جايين على كريسماس، عيد الميلاد، اكيد في شغلات على الكريسماس. يعني مثل ما عم نشوف نحن في تصاميم انت متبعتيها جميله، اكيد بعيد الميلاد كمان في ببالك فكره تحكي لنا شوي هيك على الاخباريه؟ انا بفضل انه بعطيكم ضيافه على كريسماس تشوفوها انتم. اكيد دائما يعني كريسماس هو شغلات مميزه بدها تكون، وشغلات للاولاد وهدايا يعني غالبا نفس الاشياء بس مزينه بطريقه ولون الاحمر طبعا. اكيد اليوم علي يمكن بصبايا العطاء دائما انتم بتدعموا السيده لتبلش شغل، وهذا المشروع كمان يعني صح. العائد تبعه كمان عم يروح بهذا المجال. اليوم قديش برايك وفينا نعتبرك اليوم عم تكوني بمجال الرياده المجتمعيه، قديش مهم نحط هي الفكره عند الصبايا انه من البيت مثل ما بلشتي انت صحيح فينا ننطلق لكل الناس ونعمل مشروعنا المميز؟ مزبوط. انا مع فكره انه ما في شيء بيمنع الانسان من العمل، لا في ظرف ولا في يعني مشكله، ما في شيء ممكن يمنع الانسان من انه ينتج. فبرايي حتى بالبيت، يعني اللي بتقلي انا عندي اولاد ما بقدر اتركهم، انت ببيتك فينك تعملي، فينك تشتغلي اي شيء، طالما انت ايديك موجودين انت فينك تعملي اي شيء يدوي. برايي المشروع بده راس مال بسيط جدا لحتى الانسان يبلش تقريبا لنكون هيك على ارض الواقع. هلا للحقيقه لحتى بلشت بمتروشكا انا كنت لحالي وما استعنت بحدا، يعني لا بزوجي ولا بمصرياتك فكان يعني مبلغ بسيط يعني قدرت انه بلش فيه وطورته، بعدين صرت بقى اطور كل فتره ومن المدخول نفسه عم يتم التطوير. اكيد عليا مو غريب عليكم هذا العمل كمان كمشروع، حتى صبايا العطاء نحن بنشوف على العمل الانساني حتى العمل اللي فيه اراده قديش بيكون مهم. متى مو ضروري نبدا بشيء كبير، كل شيء بيبدا صغير بعدين بيكبر. اكيد يعني هذا المشروع قديش بيعني لك كونه انت اللي عاملتي، قديش حلو انه الانسان شيء هو بده اياه يعمله مو يكون مشترك بمشروع اخر. هلا هذا المشروع هو وقتي، هو بعتبر ان الوقت هو شيء ثمين بالنسبه لكل انسان، هذا وقت من عائلتي، وقت من بنتي، فشيء خاص فيني اكيد. انا هدول بقول انه دائما الطلب قبل بيوم لانه انا بشتغلهم فتره الليل لانه الظهر بيكون عندي التزامات ثانيه، فبسهر عليهم بشتغلهم بمحبه كثير باتقان لحتى يحبون العالم ويعطوا شكل الحلو والطعمه الطيبه. فايه اكيد هو مهم بالنسبه لي لانه هو وقتي وقلنا كمان اكيد. يعني عليا يمكن عم ناخذ او حافز اكيد لنبلش بمشروعنا الخاص، دائما نحن الصبايا نحكي بدنا نعمل مشروعنا الخاص التجاري، واي تشجيع مني انا دائما يعني معكم، لانه بالفعل اليوم انت حتى لو كان عندك التزام معين او شغل معين انت كثير مهم يكون عندك شيء خاص فيكي وشيء ثاني اكيد مردود ثاني وبنفس الوقت ضمنيا انت بترتاحي انه هذا الشيء لإلك، شيء طالع منك من قلبك. فاكيد دائما بحاجه الانسان انه يثبت حاله ويدعم حاله معنويا قبل الماديا. تماما اكيد. مين شجعك على المشروع؟ اكيد تعرفي زوجك ممتاز دائما. وشوفي هو الزبون الاول بالفرشة هو اللي ذا كل الاصناف شري قد ما في ايه بيكون عنده هديه بده يقدمها، يعني بيقول لي انا ما حشوف شيء ارتب واحلى من هيك. انه طيب يمكن الناس عم تسال عن الاسعار كيف بتكون، بتستقبلي طلبيات خاصه دائما؟ نحن نعرف في كثير مناسبات. هلا الاسعار حسب متفاوته، يعني بالنهايه هي كمان حسب حجم البوكس يعني هلا هذا الصغير في بوكسات كبيره بتجي كثير وكذا، بس يعني كثير مدروسه نسبة للأسعار المتوفرة بالسوق اليوم. كتير بحاول أنه تناسب الجميع، يعني أنا بتمنى أنه الكل يجرب من عنا ويدوق أكلاتنا، فبحاول أنه يعني يزبط السعر أنه يناسب الكل.
اكيد وبتم المراعاه حسب الطلب، يعني ممكن مثلا يكون في عماده شي. او مثلا يكون في عرس او لا مو هيك، انا الفكره حسب الكميه طبعا. هلا اذا حدا عم تماما يطلب هي عم اقول انه كميه كبيره اكيد اكيد بيتم مراعاه طبعا. اكيد شيء حلو كثير. يعني نيرمين يمكن عليا اعطتنا طاقه وشجعتنا، دائما نحن بنقعد ايه بدنا نعمل مشروع واخر شيء بنخاف انه نحن نبدا لا. فيه يعني قلنا احنا ما معنا هذا المصاري الكثيره لنقدر نبدا مشروع، ولكن انت شجعتينا انه انت بمبلغ صغير قدرتي تكبري صحيح. مشروع يمكن هيدا خلينا نقول نموذج لنا حلو أكيد. يعني بختام صباحنا لليوم أنت حليتي صباحنا عليا، بدنا نشكرك كثير ونتمنى لك أكيد كل النجاح بمشروعك. شكرا كثير لك. شكرا لكم على دعم المشاريع الصغيرة، وشكرا كمان أنه أنتم دائما بتتابعوا أكيد. يعني كثير مهم أنه الواحد يتابع شو عم يصير شو عم يعملوا العالم. أنا بشجع كل صبية وكل سيدة أنه هي تعمل أي شيء، يعني مو شرط يكون تباشري فورا، يعني تفوتي من أبواب عريضة، فينك تبلشي ببساطة وتطوري ومن بيتك من محل ما أنت. أكيد نشكرك، بدنا نشكر وجودك معنا، وجودك اللطيف معنا، بدنا نشكر الشغل الحلو يلي بيقدم شيء حلو للعالم، وايضا نتمنى يكون لنا لقاءات بمناسباتك لنشوف شغلك اكثر. نورتي صباحنا، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، شكرا لك حبيبتي.